طبعا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تاكد. بايرن ميونخ هيلعب ويا اولمبيك ليون، ولايبزيك يلعب ويا باريس سان جيرمان. يعني فريقين المانيين وفريقين فرنسيين، فرق من الدولتين اللي فازت باخر كؤوس عالم 2014 2018. أكيد قبل يومين شفنا نتيجة تاريخية راح نحكي بيها سنين، لما بايرن ميونخ يعني سحق برشلونة 8-2 بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي أكبر خسارة لبرشلونة من أكثر من 70 سنة، وبوجود واحد من أعظم اللاعبين بالعالم مثل ما يقولون ليو ميسي. هذه المباراة يعني برأيي راح تهدم نادي برشلونة بوقت صعب كلش عليها، لأن حاليا هم مفلسين، عندهم رواتب ضخمة يدفعوها اللواعيب، وعندهم يعني عقد بناء ملعب بنص مليار دولار تقريبا، واللاعبين على مصطفة الاحتياط مستواهم سيء بقيمة 400 مليون، وميسي عمره أيضا 33 سنة، ومجموعة من العجائز بالفريق. يعني هاي الخسارة ببساطة دمرت النادي، لأن إعادة هيكلة وبناء جديد صعب كلش. حتى ميسي ما راح استغرب إذا قرر يترك النادي، لأن يعني طعمه هواية، وما بحيل آخر سنتين ثلاثة بمسيرته الكروية يعني يقعد يبني من جديد، رغم أنه ولاء للنادي قوي. بس أنا لو منه أقول كافي أريد أعيش آخر سنتين بمسيرتي مكان غير هذا المكان، يكون جاهز أكثر من الهوسة هاي مع البرشلونة. ما ألومه إذا سوى هذا الشيء. باين فاز بقوة بخطة مدرب هانزي فليك، اللي يعني هو أحد مخططي خسارة البرازيل ويا ألمانيا 7-1 سنة 2014 كأس العالم. ومن يوم ما استلم الفريق غير شكل الفريق بشكل يعني كلش واضح، رجع بعض الأسامي المهمة للتشكيل الأساسية مثل توماس مولر اللي قبل يومين كان أحسن لاعب المباراة، وحط على المصطبة كل واحد مهما كان نجم أو مشتري بسعر غالي إذا ما قدموا مستوى خلال بداية مباريات الدوري هالسنة بألمانيا، مثل يعني كوتينيو، مثل هرنانديز. اللي صار بلعبة برشلونة وبايرن يعني شفت فتشي ما شاف بحياتي من فريق البايرن، خطة واضحة بس أول مرة أشوفها. صحيح هم أساسا يلعبون خطة يعني خط عالي، بس هذا الشكل كان مخيف من بداية مباراة. يعني خطة واضحة وضوح الشمس، رباعي بايرن ميونخ نايمين بمنطقة جزاء برشلونة 90 دقيقة، مولر وليفاندوسكي وغنابري وبيريسيتش، يعني خلوا الدفاع الإسباني دفاع برشلونة والحارس الألماني شتيغن ما يعرفون، يعني ما يعرفون وين يروحون، مخنوقين. طبعا كان يوم كل شيء الحارسهم تير شتيغن الألماني، اللي يريد يثبت انه يستاهل يصير الحارس الاول بالمنتخب الالماني، بس شال 8 ويتحمل مجموعة منها على الاقل، رغم انه الدفاع سيء هذا الشيء نعرفه. هاي الخطة ما ممكن يعني تنفذها اذا ما عندك فريق جاهز بلياقة يعني خرافية. منين جابوا هاي اللياقة؟ ما اعرف، هم شهور بالبيت. يعني هنا يبين التزام اللاعب الالماني والأندية الألمانية والتدريب الألماني. البايرن ما خاف من برشلونة ومن الهجمات المرتدة، لأن برشلونة بصراحة هم مجموعة من العجائز وبطيئين، وقلب وسطهم هو بوسكيتس منتهي. ميسي وسواريز مهاراتهم عالية بس يعني كبار بالعمر ومو سريعين. بالمقابل عند بايرن شباب سريع مثل ألفونزو ديفيس ويعني غنابري، عندهم وسط شاب غوريتسكا، وحتى ليفا ومولر وبيريسيتش سريعين كلش، وطبعا أكل الفنان تياغو الكانتارا. فوز بايرن كان خططي بحت، سووا اللي رادوه حسب الخطة، يعني بشكل يعني صعب تحقيق على أرض الواقع. أنا حاليا يعني ثقة أقدر أقول بايرن ميونخ أقوى فريق بالعالم حاليا، حتى لو خسروا دوري أبطال أوروبا. يعني طوبة كل شيء يصير، بس موسم بايرن بألمانيا ودوري الأبطال وبصراحة إهانة الف...
فرق عريقة مثل يعني توتنهام وتشيلسي انتهاء ببرشلونة. أنا هذا كافي إلي. وقبل كل شيء المدرب هو أحد أسباب هذا الفريق، لأن شفنا قبل ما يستلم الفريق متأخر وفي منتصف لائحة الدوري، وخسر خسارة بخمسة بالدوري اللي يعني طرد على أثرها مدربهم السابق كوفاتش. بس لما أجا مدربهم الجديد هانزي فليك غير كل شيء، ومن أول يوم هذه كانت طريقته باللعب، رغم أنه يعني لعبتين ثلاثة ما كانوا يعني ضابطين الخطة، بس وراها صارت سهلة لهم واستمروا عليها. مشجعي بايرن بدأوا يحسون بإحساس 2013 والمدرب الأسطوري يوب هانكس لما جاب لهم الثلاثية. أما لعبة مانشستر سيتي وليون كانت كلش غريبة. أكيد أنا أشوف أنه مانشستر كفريق وأفراد يعني أحسن كلش من ليون، بس بيب غوارديولا دخل لعبة بشكل غريب. بالنهاية أولمبيك ليون فاز 3-1، وأحسن لاعب المباراة كان من ليون موسى ديمبيلي اللي نزل ولعب فقط ربع ساعة وسجل جولين. بيب غوارديولا معروف يلقبوه بالفيلسوف، بس تفلسف زايد وفكر زيادة عن اللزوم لما سوى خطة ويا دفاع ثلاثة بالظهر. انت اتوقع اذا ثلاثة بالدفاع هاي الطريقة حتكون هجومية، لازم تهجم اكثر، بس لا، كان مقعد رياض محرز وديفيد سيلفا وغيرهم يعني، وتحسه يعني خايف من ليون. ماكو ربط بين الخطة والأداء والتشكيلة. الفريق الفرنسي كل اللي كان يسويه كان يعني تشتيت كرات بهجمات مرتدة، سجل 3 جوالة على دفاع مانشستر سيتي اللي كلش كلش مهزوز كان. لما نزل رياض محرز تحرك الفريق الإنجليزي، بس يعني كان الوقت متأخر. عندك رحيم ستيرلينج واحدة بحلق الجول ضرب الطابة رفعها، ما أدري شلون رفعها قدام الجول، يعني أنا لو 100 مرة أجرب أرفعها وطلعها قدام الجول هيك ما أقدر يعني، بس هو محترف طبعا. الشوط الأول من هاي اللعبة 45 دقيقة كانت فاهية، رغم أن أولمبيك اليوم تقدم، بس مانشستر يعني وبربع نهائي خلينا نقول دوري أبطال أوروبا هيك ينطي باصات و يدور استحواذ وبطيء ويلعب على كيف، على أساس يعني هو دا يلعب ويا فريق هاوي إنه أي وقت راح يجيب التعادل ويعني ويفوزون وراها. ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مو مباراة ودية ويا 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 فريق نفط الحدود. شوط كامل ممل، كل شيء محاله بي، ولا كأنهم متأخرين، كان كلش غريب. واليوم طبعا يستاهلون اكيد لانه استغلوا الفرص ويعني اهدافهم كانت كلش حلوه. فبيب غوارديولا البرشلوني الاصل صحيح كان مدرب بايرن، بس هو كان يعني المفروض يريد ياخذ بثائر برشا، كان يخسر من ليون. واليوم من فرنسا حتى الدوري مالتهم يعني انلغى، يعني كانوا بالبيت يلعبون ببجي. يعني الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي أثبتوا أنه دوريات يعني هالسنة سيئة. ليفربول المرعب طلع على إيد أتلتيكو مدريد اللي إجاهم فريق صغيرون اسمه لايبزيك من ألمانيا، فريق تأسست 2009 بدون أهم لاعب بيهم، قالهم تفضلوا يمنا، غدوهم ورجعوهم المدريد. وريال مدريد طلع على إيد مانشستر سيتي اللي يعني شال ثلاثة من فريق ما عنده دوري أولمبيك ليون. شو أنا ما تخش بعقلي إنه بيب غوارديولا هل قد يعني على نياته هيج غبي. الفيلسوف ما يعرف يسوي خطة ضد ليون، أنا أتصور، وهذا رأيي يمكن أكون غلط به، أتصور تعمد هاي الخطة والتشكيلة حتى يخسر،
حتى حركاته قدام الكاميرات كانت درامية زايد. أفكر بيها، بايرن ميونخ دمر برشلونة كنادي، مو 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 ك ك كمباراة. لو صعد مان سيتي وصار هذا الشيء وياهم، شو يصير بغوارديولا ومستقبله؟ المهم جماعة برشلونة هارد لك، ولو ماكو لك بالموضوع، بس يعني أنا ما أحب أشوف ناس ومشجعين هيك ينقهرون. بالإنجليزي I hate to see it.